رصدنا تحركات مريبة في محيط المتحف المصري، في استغاثات من هناك. شوف يا رب قوات فين وكل القوات المتاحة تتحرك على هناك فورا، وتديني تمام باللي بيحصل هناك. تمام يا فندم. سيادة العميد، أمر سيادتك. البلد دي لو اتهدت هنعرف نبنيها، بس الآثار دي لو راحت مش هنعرف نعوضها تاني. تمام يا فندم. ربنا معاك. الحقوا المتحف المصري بيتنهب. مين قالك؟ لسه شايفاه في التلفزيون. يا رجالة يا شباب، المتحف بيتنهب، تعالوا ورايا. بس مفيش حركة جوه. صعب نسمع او نحس باي حاجة بتحصل جوه. يا شباب عايزين نعمل كوردون حوالين المتحف عشان لو في حد جوه ما يعرفش يخرج. يلا يلا يا شباب، شباب يلا يا جماعة، يلا نلف الحوض من ناحية تانية بسرعة. بس عيط. يلا بسرعة، في شباب كتير بره بيحاوطوا المتحف، يلا نلم حاجتنا ونهرب قبل ما يطوقوا المكان كله وما نعرفش نخرج. ونسيب كل ده؟ بلاش طمع، بارك الله فيما رزق، لموا يلا، لموا. ده كده نورة أوي، يلا يلا. بالراحة على اللي في إيديكم. سرك قديم يا ام الاسرار، يا عدرو ويعدوا تطار، ايد العدك غطار النار وللحبايب قنديلك. سرك قديم يا ام الاسرار، يا عدرو ويعدوا تطار، ايد العدك غطار النار وللحبايب انديلي. قبل الزمن بزمن قبله، جنور هنا وربط حبله على القلوب اللي تقابله ومشيوا في ظل سبيلي. قبل الزمن بزمن قبله، جنور هنا وربط حبله على القلوب اللي تقابله ومشيوا في ظل سبيلي. يلا بقول لكم ايه، احنا نتفرق من هنا، كل واحد هيمشي في اتجاه، لان لو شافونا مع بعض اي حد هيشك فين. ماشي، كل واحد يروح على بيته. يلا امينة فينش، خلي الحاجات معاكم، هكلمكم بكره عشان نتقابل. يلا امشي من هنا، كنت من هنا. يلا اثبات. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.